جدتي. طب ليه انا مختلفه كده؟ يعني كتير قوي يسالوني ليه انتي مختلفة ليه، كده؟ عشان جدتي وابويا وامي اتربيت في جده فلاحه تقول ربنا للعمده، تتحدى العمده وتقول له ربنا هو العدل، عرفوه بالعقل. اتربيت كده، دي شخصيه. أسرتك ما زعلتش منك في يوم على الآراء دي؟ ده أسرتي، أبويا وأمي وجدتي مؤمنين بده. أبويا قال لي يعني زمان ما حدش لامك من العيلة؟ أبدا أبدا، لموني عشان حاجات تانية. أبويا وأمي اللي كون عقلي جدتي وأبويا. أبويا قال لي نوال أنتي ذكية، أوعي حد يسيطر على عقلك، اللي عقلك يقتنع بيه أوعي حد يضحك على عقلك. فمحدش ضحك على عقلي. التربية والتعليم، شوفي التربية والتعليم في الطفولة، إذا حبينا نعمل علمانية، إذا حبينا نعمل أي إصلاح في البلد دي في مصر أو غيرها، التربية في البيوت والتعليم في المدارس يتغير، يتغير، ما يبقاش ديني أبدا، يبقى مبني على العدل، الكرامة والحرية. أنا اتربيت كده، وده اللي خلاني مختلفة، ولكن دفعت ثمن كبير جدا. ليه؟ لأن التعليم والتربية ضد ده.